ندخل في الحديث عن أبرز الملفات اللي إن شاء الله لجنة الإسكان ستقوم أو بالفعل بدأت في مناقشتها. عندنا قانون البناء الموحد، التصالح في مخالفات البناء، الإيجارات القديمة، هيئة الصرف الصحي، المطور العقاري وما إلى ذلك. أول الملفات إيه يا فندم اللي بالفعل بدأتوا تشتغلوا عليها؟ طبيعة عمل البرلمان أو سياسة عمل البرلمان إن لما بيجي رئيس لجنة المفروض إن هو بيكمل على المسار اللي كان موجود عليه اللجنة، لأن أنا بيجي لي فيه مشروعات مقدمة ليا من الحكومة، دي لابد إن أنا أبتدي أحترمها، أو مش هبتدي أحترمها، لازم أحترمها وأبتدي أديها الأولويات. بيجي لي قوانين جاية عن طريق نواب، بيجي لي قوانين محالة إليا بالاشتراك مع لجان أخرى. لازم إن أنا أبتدي النهاردة، إحنا كنا مثلا في دور الإنعقاد الثالث كان عندنا قربنا على الانتهاء من بعض القوانين. ان شاء الله اوعد حضرتك واوعد السادة المواطنين واوعد السادة المشاهدين حضرتك الكرام، اول قانون ان شاء الله هيطلع في المرحلة الجاية هيبقى قانون التصالح على مخالفات البناء، وده اعتقد ان هو حاجة ناس كتيرة قوي مستنيها. طيب قبل ما نتكلم في تفاصيل وعندي سؤال هنا، طبعاً. في ناس اختلفت على اهمية الترتيب، هل التصالح على مخالفات البناء المفروض تكون مخالفات التصالح على المخالفات هل يكون الاول ولا البناء الموحد يكون الاول؟ البناء الموحد قانون كبير قوي، قانون تصالح على المخالفات او قانون تقنين وضع المخالفات، قانون مؤقت مش قانون دائم، ده هيبقى قانون معمول بيه لمده سنه على الاكثر، ان انا بدي للمواطن الفرصه ان هو يقنن الوضع اللي هو كان فيه عنده مخالفه، لان قانون 119 قانون البناء الموحد حضرتك ده قانون هيطلع ان شاء الله، هيطلع في دول الانعقاد ده هو اللي احنا فيه، ببشر برضه حضرتك بكده واقول لحضرتك انا بتعهد لحضرتك بهذا الكلام، بتعهد القانون اللي هو قانون 119 اللي هو يشمل بقى كافه التراخيص وكافه مخالفات او الجزاءات اللي تبقى موجوده في المخالفات، اعمال تنكيس المباني، اعمال الصيانه، اعمال. ليه سمي البناء الموحد؟ لان هو حضرتك النهارده هو قانون واحد لكل ما اسمه بناء، انت بتاخدي رخصه مصنع طبقا ليه، بتاخدي رخصه مزرعه طبقا ليه. طب مش في اختلافات في الشروط في الكونديشنز نفسها؟ وعلشان كده هو قانون حالة. كبير يا فندم، عشان كده هو قانون العالم كله ماشي بقانون موحد للبناء. انا لما باجي اقول النهارده حضرتك قانون، انا مش هقعد اجي نفس عشان اروح اعمل مزرعه اروح اجيب قانون خاص ببناء في ارض زراعيه، مش هروح اجيب قانون خاص ببناء في المدن الجديده. يبقى عندي قانون واحد، هو قانون واحد في كل ما هو خاص باعمال البناء. واعمال البناء مش بس عشان ابني، عشان ابني وعشان اعمل صيانه وعشان ازاي ان انا ادير هذا الثروه العقاريه بعد بنائها، كل ده هو بيبقى موجود. ازاي النهارده اتعامل مع المباني الاثريه، ازاي اتعامل مع المباني ذات الطراز المعماري المميز، كل ده بيبقى في قانون كامل. طيب البناء الموحد بما ان احنا اتكلمنا عليه الاول، حضرتك قلت انه قانون اكبر، هو القانون الاساسي اللي هو اوريدي موجود بالفعل، واحنا حاليا في دراسه تعديلاته. هو اوريدي مصدر بالفعل ومصدر ولكن لم يطبق. ايه ابرز التعديلات اللي حضراتكم بتطالبوا بيها؟ ابرز التعديلات اللي احنا بنطالب بيها والتعديلات ان شاء الله اللي احنا هنعملها، مش بس بنطالب بيها، ان احنا نقلل دور المحليات في اصدار التراخيص. مش علشان حاجة، علشان احنا النهاردة حضرتك طبعا يعني بغض النظر عما يدور في المحليات وما الراوز اللي بيدور حواليها من فساد المحليات وهكذا، مش هذا اللي بتطرق ليه، ولكن انا بقول النهاردة لابد ان يبقى فيه جهة استشارية محترمة يعني مؤهلة ان هي تصدر تراخيص البناء. طيب ما هو على الجانب الاخر هيقول لحضرتك الجهة الاستشارية دي كمان ممكن، انا لا افترض سوء النية بس انا برد بقول الناس ممكن تكون متخوفة من ايه، يقول لحضرتك انه طب ما الجهة الاستشارية دي ممكن هي كمان يبقى عندها بعض الفساد. اكيد. طيب هنحكمها ازاي؟ ان المحليات تبقى رقيب عليها. يبقى انا وصلت النهاردة ان انا خليت المحليات رقيب على الجهة الاستشارية وليس صاحب البناء. انا النهاردة حضرتك مهندس، فما بقاش عنده مصلحة، فما بقاش عنده، ما بقاش في احتكاك ما بينه وما بين الجمهور، بقى احتكاك ما بينه وما بين واحد قطاع خاص بس هو اللي بيصدر الرخصة، وبيصدرها بآليات محددة وبيصدرها في توقيتات محددة عشان اقدر النهاردة احاسبه هو كمان. انا لما بتكلم على 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 مهندس بتكلم على مهندس استشاري او مكتب استشاري ذو سمعة طيبة، وبنعمل كلاسيفيكيشن، بنعمل تصنيف للمكاتب، بحيث هناك مكاتب معينه تصدر الرخص باحجام معينه. انا مش هصدر النهارده حضرتك رخصه لمشروع مثلا على 50 فدان بمهندس متخرج بقاله 10 سنين. انا بتكلم على استشاري بقاله النهارده، عشان ياخد لقب استشاري اولا لازم يعدي عليه 15 سنه. يبقى انا بتكلم على استشاري فئه الف اللي هو يبقى النهارده استشاري مميز عشان يقدر يصدر رخصه زي دهيا.
يجي بعد كده حضرتك في دور تاني اخر رقابي اللي هو اللي بيقوم على التنفيذ برضو استشاري اخر. مين بقى دور النقابة؟ برضو يا فندم مكتب استشاري اخر. يعني هيبقى عندي كده مكتبين استشاريين؟ ثلاثة يا فندم. ثلاثة في العملية الواحدة. في البناء الواحد. في البناء الواحد. اي فندم. واحد مصدر التراخيص وممكن ان هو يكون هو اللي بيشرف على التنفيذ، بس لازم يبقى في رقيب اخر عليه. مسؤول عليه. يعني ممكن يبقوا اثنين او ثلاثه. ايوه يا فندم. بالاضافه الى ان الاحياء او المحليات رقيب عليهم هم جميعا في ادائهم. طب ومين اللي هيراقب على المحليات بقى؟ لا ما هو خلاص، ما انا اصل كده هجيب لك المصلحه كده من المحليات. انا المصلحه من المحليات حطيتها لمجرد ان هو مراقب على المصدر التراخيص والمنفذ، لان انا خلاص انا اصدرت الترخيص، اصدرته طبقا للقانون، لكن هاجي بعد كده زي ما حضرتك بتقولي برضو عدم الضمير، هبتدي اطلع اللي هيخالف. هنا انا فرغت مهندسين محليات وفرغت قطاع المحليات لان هو يبتدي يراقب المخالفات ويراقبها، وعنده تقرير شهري بيجيله من الاستشاري اللي بينفذ او اللي بيشرف على تنفيذ البناء، سواء عمارة سواء فيلا سواء مصنع وهكذا. طيب ده ان شاء الله شغالين فيه بالفعل دلوقتي، وحضرتك وعدت انه باذن الله تعالى قانون البناء الموحد التعديلات اللي طالبينها فيه هتصدر ان شاء الله في دوره الاناقات دي الرابع ان شاء الله. الرابع باذن الله اللي احنا فيها. طيب ده البناء الموحد. تمام. نرجع للتصالح في مخالفات البناء، ما ادينهوش حقه. ابرز مواده ايه يا فندم؟ وعايزين نعدل في ايه ونشتغل على ايه فيه؟ احنا حضرتك بالفعل تم مناقشه جزء كبير منه. ابرز مواده ان احنا بنتكلم على ان المحددات بتاعته هيبقى عندنا المرحلة الجاية يتم التصالح على كافة المخالفات فيما عدا هنا هو نمرة واحد، سلامة المنشأ. لابد ان انا يبقى عندي شهادة صلاحية ان هذا المنشأ سليم. هذا المنشأ سليم ده لابد برضو ان هي تجيلي عن طريق المكاتب المتخصصة اللي هي بتثبت ان شهادة المنشأ سليم. بالنهاردة الاجهزة العلم طبعا خلاني يوفر عندي الاجهزة دهيا وعندي ناس متخصصة في هذا المجال اقدر اخد شهادة بسلامة المنشأ. لان انا مش هاجي اقول لحضرتك النهاردة زي مثلا عمارة في اسكندرية اللي كانت بتميل واللي مالت على وشها واللي مالت على جنبها، حاجات ما حصلتش الحقيقة في العالم الا مثلا برج بيزا واصبح من عجائب الدنيا، فاحنا بقينا احنا هنا من عجائب الدنيا احنا كمان. فعشان تقدري توصلي لحضرتك المرحلة الناس دي اتحاسبت يا فندم. انا اسفة من معلومات حضرتك، انا عارف انها قصص بقالها سنوات بجد، يعني الناس اللي كانت السبب في المنظر اللي شفناه ده، العمارتين بتوع اسكندرية اللي مايلين على بعض كده، الناس دي اتحاسبت؟ عارفة حضرتك المشكلة كلها ايه؟ ان احنا المصريين عندنا ذكاء في التحايل على القانون. حتى لو اتحاسبت يؤسفني اقول لحضرتك ان في حاجه في اسكندريه حضرتك او في البناء المخالف بصفه عامه حاجه اسمها الكحول، ودي اتناقشت الاف عشرات المرات في البرامج المحترمه اللي زي حضرتك. ان هو بيجيب مين؟ بيجيب واحد سوري عامل عنده او غفير او يشيل الموضوع. يشيل الموضوع. انما راسل تعبان لا، انا بقول لحضرتك باكد لحضرتك مع الاسف ان هي ما اتحاسبتش. طب القانون الجديد بقى هيسد الثغره دي؟ طبعا، لان احنا عندنا هنا بقى اوراق الملكيه واوراق الرخصه، وعشان اقدر ان انا امشي بالتسلسل السليم هنا هو، وعشان كده انا بقول لحضرتك مكتب استشاري مع المكتب الاستشاري ده هو لابد ان يكون مؤهل لدراسه الاوضاع القانونيه. ما يجيش النهارده حد مثلا انا عفوا يعني مع احترامي لكل الشعب المصري يقول لي بواب وهو مالك عقار في ستانلي. مع الاسف ده موجود النهارده، بس هو ده مش حقيقي بقى. فالكلام ده كله حضرتك ازاي ان احنا نتفاداه؟ لا ان شاء الله في 119، وده سبب ان احنا واخدين فيه المرحله دي من الوقت الطويل. هيتلافى معظم هذه الاخطاء، لان طبعا الكمال لوحده يعني نقدر نقول بنسبه 99% ان شاء الله. طيب الناس عايزه برضو تفهم، لانه فكره التصالح في مخالفات البناء دي الناس بتقلق انها تفتح باب تاني، زي ما كنا برضو فكره البناء الموحد تفتح باب تاني للمخالفه. يعني يقول لك العمليه هتبقى بقى اي حد يخالف ما هو هيروح يدفع غرامه او هيتصالح. هنا الفيصل ايه يا فندم؟ لا باكد لحضرتك بقى ان هذا القانون قانون مؤقت، ابتدي اتنقل منه ال 119 فورا، وفورا انا اعنيها فورا، بحيث ان انا تغليظ العقوبه في 119 هيبقى ساعتها بقلب المخالفه دي الى جنائيه. هنا هون جنائيه دي عشان اوصل النهارده حضرتك لمرحله ان انا اتكلم على مخالفه مباني، ان انا هنا هون بهدد ارواح. طبعا احنا وصلنا ان احنا بقى عندنا زي ما حضرتك شفتي كميه العقارات المنهاره، الحمد لله الضحايا مش بنفس الكم اللي هو موجود في مثلا حوادث الطرق ولا حاجه، ولكن في الاخر هو نفس بشريه. النفس البشريه دي هي حضرتك اصبحت مهدده. اللي عمل هذا الجرم لابد ان يتحمل الخطا بتاعه. لا في عقوبات مغلظه. مين اللي مش هقبل التصالح معاه؟ اللي مش هقبل التصالح معاه اللي باني على املاك دوله،
اللي باني خارج حدود تنظيم اراضي زراعيه، اللي باني على الاراضي الزراعيه مرفوض تماما البناء على الاراضي الزراعيه، كفانا تفريط في ارضنا الزراعيه اللي احنا النهارده قاعدين بندور عليها. صحيح. تمام. غير مقبول تماما التصالح عليها. الارتفاعات طبعا فيما هو خاص بالطيران المدني او الدفاع الجوي. بعض المحددات اللي هيبقى هي دي الغير قابله.